السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في هذا النهار اليوم نشارك معكم واحد ربعة ديال لي صالاد اقتصاديين ساهلين يعني وباردين سيرتو ديال هاد الصيف هذا، ونتمنى ينالوا الإعجاب ديالكم وجربوه في البيوت ديالكم. يلا ما نطولش عليكم، نخليكم على الطريقة والمكونات. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا هاد الفلفلة درتها في الفران شويتها هي الأولى هكا، وانا دابا كنخليتها تبردات، ما كنديرش ورق ديال الزبده، وخليتها تبردات وكننقي فيها دابا، وما كنديرهاش في البلاستيك وهي سخونه لان كتفاعل الحراره مع البروده مع السخونه وكتلقطهم. وهنا في كوكو درت واحد ثلاثه البربات، ها هما غادي نسلقهم كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نبداو على بركه الله. هنا عندي هذيك الفلفله اللي شويتها هي، غادي نديرها معكم حتى هي. وعندي هنا الفلفله الخضراء هكا ما مشوياش هذه، باش غادي ندير بها او الثاني وصفه اخرى. غنشد الفلفله هكا، غادي نحيد ليها هاد الزريعه ديالها بهذا الشكل هذا، وغادي نقطعها شرائح طوال. غادي ندير لها هكا بهذا الشكل، ونقطعها هكا شرائح يكون طوال. غنستعمل هكا حتى نكمل هاد الفلفله اللي عندي حمراء، وعندي وحده صفراء غنديرهم بجوج بهم. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا تنقطع في هذا الفلافل هادو، الا عندكم حتى الخضراء حتى هي ضيفوها، راه كاع الا درتوا الالوان ديال الفلفله كلها تتعطي اللون زوين على حسب يعني اللي متوفر عندكم. هنا من بعد ما قطعت الفلفله ها هي كيف ما شفتوا معايا، دابا غادي ناخذ واحد المقله ونشعل عليها النار هكا، وندير هذه هنا، غندير فيها شويه ديال زيت الزيتون هكا، غندير فيها واحد الفص ديال الثوم، خليها واحد شويه يسخن صافي. ودابا هنا غادي نضيف ليها هاد الفلفل هادي، بسم الله. نرش عليها واحد شويه ديال الملح، ها شويه ماشي بزاف، هنا غادي ندير معاها الزيتون والكبار يكونوا شويه بنات صافي. وغادي نغطيها هكا ونخليها مره مره، غادي نقلبها. هنا دابا غادي نمر القرعه، نشد القرعه تاع هي دابا دي ثلاثه الحبات هنا ديال القرعه، غنشدهم هكا وغادي نقطعهم بهذا الشكل هذا. ممكن تقطعوهم النص اللي بغيتو نتوما، شرائح بالطول كيما بغيتو نتوما، الاختيار تيكون دائما ديالكم نتوما في التقطيع. انا كملتها دابا، وفي المقلة الاخرى اللي جنبها غادي نوضع عاوتاني فص ديال الثوم شويه ديال الزيت، وفعلت عليها الماء. نشوفوا هذه هكا نزلتها شويه، غادي تسخن شويه هذه، ونوضع فيها دابا هاد القرعه هذه. وغادي نضيف ليها شويه ديال الاوريغانو، وريجانو كاين اسمها زوين. هاد القرعة هادي بهاد الطريقة هكا، شوية ديال الملح، واحد شوية ديال الحار، واحد المعلقة ديال الهريسة، نديرها هنا هكا، نزيد واحد شوية ونخلطها مزيان ان شاء
نخلط هذه المكونات. راح تجي رائعه هذا القرعه بهذا الشكل هذا، تجي زوينه بزاف ماشي غير شويه. انا كتعجبني القرعه بهذه الطريقه. صافي دابا غادي نغطيها حتى هي وغادي نخليها. هنا غنشد هذه الفلفله اللي شويتها في الفران هكا، غادي نشدها وغادي نقطعها شرائح. الا كانت عندكم كاع الالوان ديال الفلفله، ديروا الخضراء الحمراء الصفراء كاع الالوان كلهم، كتجي بهم زوينه. وتقطعوها هكا شرائح في الطول، نفس العمليه اللي درت الاخرى، كتجي بها زوينه بزاف هكا. معاهم غيجيو طوال شويه، غادي نعاود نقسمها من الوسط عاوتاني هكا على جوج. تصبح هذه كلها شرائح هكا بهذا الشكل. هكا بعد ما دخليها هكا، دابا تنشد واحد الفص ديال الثوم، تيكون اختياري الا بغيتو ديرو الثوم. تترقوها اللي كياكل الثوم، انا ما كتهضمش ليا وما كناكلش الفلفله، راه هادشي كلشي كنديرو غنجاكم. ما معديش معايا الفلفله سبحان الله كضرني، ما كتهضمش ليا. المهم الثومه حتى هي صافي. المهم غادي ندير ليه هذا الفص ديال الثوم هكا، غنديروش كامل، هاد الشويه اللي بقى غادي نلوحو ليه في المقله ديال الفلفله. اوكي نشوفو الفلفله دابا فين وصلات. ضفت ليها الثوم، ضفت ليها شويه ديال المعدنوس، وغادي نضيف ليها دابا شويه ديال الكمون هكا، واحد شويه ديال الملح شويه، والحار الهريسه شويه هكا. وغادي نخلط دابا كلشي لكن مع الزيت، نضيف ليها الزيت نخلطهم شويه، زيت الزيتون شويه هكا صافي. وهادي هاهي واجده، هادي راه كتجي رائعه، كتجي زوينه بزاف سيرتو لو كانت بالالوان اللي كلاها عندي كتعجبو. كيعرفوش شنو فيها كاع، كتجي من السما وسيرتو لباتت لرقات راه كتجي احسن. هادشي الا بقى راه جاكم لا هادي لا الاخرى اللي كندير فيها في المقله، الا بقات كيزيد عليهم صلصه ديال الطماطم وكيدير معاهم لي بات، راه ما كيقناش منها هو، كيقول لي احسن طبق عنده هو هذا. غنشوفوا هادي حتى هي نشوفوا القرعه حتى هي نقص عليها النار مزيان القرعة ونخليها باش طيب على راحتها. صافي هذا طبق واحد ها هو موجود، هذا غادي نديرو في الكوباسير للتقديم وغنخليه جنب. هنا غنشوفو الفلفلة هي ودات، هنا في هاد الحالة ملي تطيب كلها فنضيف ليها الكبار، إلا عندكمش بلاش ماشي مشكل، مكترش الملحة على ودو، وديروا لها الزيتون يا يعني اما الكحل ولا الخضر ولا اللي بغيتو نتوما، كيكون اختياري حتى كما كيفضل الكحل الا هو اللي واكل شويني بزاف. اوكي نتوما غندير ليها حتى الزيتونات صافي بركه. وغندير دابا شويه ديال المعدنوس هكا صافي، وغنحرك كلشي مزيان. غنطفي عليها دابا النار، هي دابا واجده على ما نطيب هداك الشي، كلشي طايب. هنا من بعد ما سلقت الباربة، سلقت ثلاثة الحبات ولكن نقيت غا جوج وخليت وحدة تا المرة أخرى، أنا تتبرد مزيان ونديرها في التلاجة. وهادو ها هما غنشدهم غادي نحكهم ها
هذه الحكاكه هذه الغليظه كيف ما كتشوفوا معايا هكا، ولا قطعوهم بالموس مربعات صغار، ولكن غادي عيد يضيعوا لكم الوقت، اللهم هكا احسن. انتم صافي دابا كيتروبوسو لي تروبا عفا كويس، غادي فريسكا اي با بيني داكشي هادي غتبردنا مزيانه. اوكي صافي، هنا من بعد ما درت الباربا غندير ليها دابا واحد شويه ديال البزار هكا وشويه، وغادي ندير ليها زيت الزيتون والربيع القزبر شويه الملح والطون. اوكي الطون ديال الدار تقاد ليا داك اللي كنت صايبت معكم، ودابا شراه جاكم وهذا حتى هو زوين نتوما، هو ذا ميجوري طوني بالكم، هذا من احسن انواع ديال الطون اللي نديرها تجي زوينه بزاف، الباربه مع الطون تجي رائعه. ومنها باش غادي نوازنوا هاد الاطباق ديالنا صافي هكا، غادي ندير معاها غنخليه واحد شويه غنزيد ليه الزيت باش غنغطيه لان خرج على الزيت وغادي يخسر، لهذا انا باش نخليه يخسر. وغادي ندير العصير ديال الحامض، نعصر واحد نص حامضه مزيان هكا. اوكي صافي دابا، وهذا الطون تنشدو تنفرتو هكا، غادي يتفرتت يولي اصغير بهذا الشكل هذا صافي. دابا بعد ما فكيت هذاك الطون كله وكنخلط دابا كلشي هذا الشيء مزيان بهذا الشكل هذا، حاولوا تخلطوا كلشي راه كتجي رائعه هاد الشلاضه هذه، كتعجبني بزاف وتتكال بارده. كما شفتوا معايا من بعد ما كملت هاد الشلايط ديالي دابا غادي نخرجوا برا باش غادي يقطع ليا جاكم الكرافس، غادي ندير بيها واحد عصير ديتوكس تيغسل الجسم من السموم، منشط زوين مهم، غادي نشاركو معكم حتى هو. يلا خليكم معايا نمشيو نقطعو الكرافس دابا. ها جاكم هو ديما خدام، الشمش راه حاره ما يقدرش الواحد كاع يخرج ليها، هو تيبقى هنا هيشطب هينقشها. دوغي بريت سيدنا دي لا دي لا لا فور بيشي تي لابورتو، شوفو فينا هو بعدا كوا مالي ويدي سي تفلية مخين زحدة. اوكي هاكي قطع فيه بريندي كل غروس جاكم، خاصني شي حريرة دابا نديرها io prenderla di lato sennò okay. la devo buttare poi tutto il resto. ها هو مازال طري باقي بالتراب ديالو، شوفوا ما شاء الله لا دواء بلا حتى شي حاجه. غادي ندخلو دابا نغسلو وغادي ندير معكم هذاك العصير ديالو. داكو تبي مالاكو نو لافاتو بيني سي سي لافاتو بيني داكو. صافي نمشيو دابا باش نديرو في الروبو وندير معاه الماء واحد الكيويه هنا درت ليطرو ديال الماء، وعندي هنايا واحد الكيويه حبه ديال الكيوي غا وحده داك الصفر ماشي داك الخضر ها هو وقولي متوفر عندي نديرها هنا. وعندي ديك الحامضه اللي درت في الباربه بيوم ما سخيتش ما عصرتهاش مزيان ما سخيتش بها رميها حيت ليها القشره ديالها ديال برا كلها مع ديال البالكون. وهنا هاد الكرافس ها هو بعد ما غسلته هكا صافي، غنوضع كلشي هنا وغادي نطحن دابا ونتلقى معكم ان شاء الله. هنا هو وجد، جد هنا هاد الكاس كنشربوش حنايا البارد بزاف، غندير هاد الكاس تنوضع فيه هنا وما تيبرد على شحال تنسالي هادي برد ندير فيها الثلج بهذه الطريقه هذه هكا نخويهم كاملين. اوكي
والعصير ها هو طحنته دقيقه و45 ثانيه بالنسبه للاخوات اللي عندهم تيرموميكس هكا بلا ما نصفيه بلا والو نخليه هكا نشوف نيشان اوكي قال لي شويه غادي نديرو في شي كاس اوكي اوكي لا بغيتو تصفيو اللي ما كيعجبوش هكا ولا ما تطحنش ليكم في الماكينه مزيان ولا هكا هذا كيطحن مزيان صفيوه الا بغيتو تصفيه ها هو شفتو صافي دابا الله نتمنى ان الاعجاب ديالكم هذا الفيديو شجعتكم القناه باش يوصلكم دائما الجديد والى فيديو قادم ان شاء الله ما تنساوش ما عجبكم الفيديو مع السلامه باي باي